قبل ما نقطع البتنجان اول حاجه هنعمل بقى المسقعه عليها ترتيب في القلي. هنقلي الاول البطاطس وبعد كده الكوسه وبعد كده البتنجان، الفلفل في الاخر، الفلفل هنخليه في الاخر عشان بيطلع البذر بتاعه كده ما يسودش الزيت وتضطري تغيري الزيت كل شويه. ما تقشريش البتنجان، هو حلاوته في قشرته، يعني قشرته مش وحشه. وما تحطلوش ملح وتركنيه يصفي كده ويسود وينزل كل الحديد بتاعه في الملح والميه زي الفل، ولا بيحتاج اي حاجه، ابيض زي القشطه، ليه ابيض كده وحلو، تاخدي فايدته ويبقى زي الفل. في ناس يقولوا يا غاليه حطي، يعني قطعيه زي كده وحطيه في مصفى ورش عليه ملح وحطيه في الشمس ينزل ميته، بعد شويه بتلاقيه اسود ونزل كل الميه اللي فيها الحديد والفايده بتاعته، وبتعتبر ان انت ما بتاكليش حاجه بيفقد كتير قوي، الملح بينزل منه حاجات كتير. لما تكون بتنجانيه حلوه كده وبيضه ومش مبزره وزي الفل اعمليها من غير ما ولا تحطي ملح ولا حاجه، وده مش هيشرب زيت.